ايوه خش. ايه يا ام خير؟ خير هتلاقي عايزك عشان اللي حصل. وعبده قال له؟ وانت فكرك ان عبده ولا مفيد بيخبوا عليه حاجه؟ هو قال له ايه؟ ولا حاجه، قال عايزك. انت شايفه ايه؟ خش له كده دغري واضح وصريح، البت هي اللي مش عايزاه، والجوازه دي مش بالعافيه، والموضوع ده خاص بك انت وبنتك. ايه في ايه؟ ايوه يا ام ماشي، بس هو هيسمع يعني؟ لا لازم يسمع. في ايه يا شاكر؟ مالك كده شكلك متردد وخايف، ترجعت في كلامك؟ طب اسمع بقى يا ابن بطني، انت عارف ان طول عمرك ابوك مش بيحبك، وهو وجدك كانوا بيعاملوك على انك غريب مش من العيلة دي، فاكر ليه؟ بقولها لك من وانت عيل صغير، عشان انت ابن سليلة، لكن ولاد صفية قاعدين على الحجر، قاعدين على الكتاف ومدلدلين رجليهم، والغلبان ابن سليلة يطلعوه. اتفضل خش له، شوف هتعمل معاه ايه. اهلا يا شاكر، تعالى تعالى اقعد. ها اخبارك ايه؟ انا كويس الحمد لله يا حاج. الحمد لله. في موضوع كده عاوز اخد رايك فيه. امرني يا حاج. في حته ارض عاوز اشتريها، بس المشكله بقى ان صاحبتها واحده ست. الارض موقعها كويس قوي، والثمن اللي هيدفع فيها مش خساره فيها. خلاص يا حاج اشتريها على طول. ما هي مش عايزه تبيع. مش فاهم. يعني انا قلت لها انا هديك الثمن اللي انت عاوزاه في الارض. قالت لي هتعمل بيها ايه؟ قلت لها هبني عماره. قالت لي ادخل معاك شريكه. وماله؟ لا مش وماله. اصل هي عايزه تبقى صاحبه الامر والنهي في الموضوع. عايز رأي يا حاج، بلاش من الموضوع ده خالص. الموضوع تتحكم فيه واحدة ست بيبوظ، بلاش لأي لازمة. ولما أنت عارف كده بتمشي ورا كلام شهيرة ليه؟ عايز تقلل من قيمة ابن أخوك وتصغر من أخوك قدامها؟ عارف إيه اللي أغلى من البدلة اللي أنت لابسها دي؟ عارف إيه اللي أهم من المال اللي يخلي الناس تبص لك لفوق بإعزاز وإجلال واحترام؟ الرجولة. الرجولة دي هي ثمرة الحكمة وقوة الإيمان وطهارة القلب. بس للأسف الرجولة دي دوب مش أي حد يقدر يلبسه، حتى لو دفع فيها كنوز الأرض. الرجولة دي هنا. الرجولة هنا. أنا هجوز لبنى الجهاد. اتفضل امشي. اتفضل. ايه ده؟ عملت فيه ايه؟ اسكتي خالص، انت السبب في خيبته. لا انت اللي عميان عنه، مش عايز تشوف فيه اي حاجه حلوه. اكتمي خالص. كتمت لحد قلبي ما مات، وعمال اقول معلش ايه عيشه والسلام، لكن كمان تكسر قلب ابني؟ لا مش حاسد. فيهم ايه ولاد صفيه احسن من ابني يعني؟ قلبه اسود والدنيا هي كل همه. عرفت بقى ايه الفرق اللي بينه وبين ولاد صفيه؟